عندك انت راسك عندك راه بالي مازال يقلبوا عليه راه مازال يقلبوا عليه هربان على رجليه ومع العربيه ولا ايه هارب هارب كان على رجليه ولا حاجه هارب خرجين وقعت الحادث انتوا ما شفتوه هو داخل لا 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 احنا كنا رايحين ناحيه البيت لان البوليس كله جاي فقول لاحمد ارجع لكون حاجه حصلت ناحيه الجامع ركننا لقيت واحد مرمي هنا في الارض مين هو انا مش عارف مين شكله ما لحقتش انا قربت عز الدين مع عز الدين ما اعرفش تقريبا هي قلقانة على عز الدين انا بس انا مش عارف مين عز الدين اصلا انا قربت هو هذا ما اعرفش والله ما اعرف سيارات ممكن تكون لا 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 لا, لا احنا لقيناها لقينا الشرطه جايه كلها ناحيه الجامع فكناش عارفين انا شكيت ان في حاجه في المسجد فرجعت لا حول ولا قوه الا بالله عايزين نعرف مين اللي كان جوه هو موجودين اللي كان جوه كان احمد الشدادي وكان بس انا بس عشان احنا على الفيسبوك ما حدش يقلق هذه نتائج ترامب او واحد مخرجين او واحد خارجين من هنا بابا تعال 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 ما انا بعيد اهو في حد ثاني اه هم جايبينه هو واحد ثاني هو جايبينه لا حول ولا قوه الا بالله الله الله يا احمد عيني يا احمد حتى نعرف مين يا عمي حتى نبلغهم مش عايزين يتكلموا لا يا عمي انت شوف شوف بعينك انا ما بشوفش كويس انا مش شايف مين هذا مين هذا النزار ايه النزار هذا نزار لا حول ولا قوه الا بالله نزار لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله يكون خير باذن الله متاكد نزار يا عمي انا شفت نزار يعني لايف لا حول ولا قوه الا بالله الله معك نزار الله معك نزار لا حول ولا قوة إلا بالله الله معك نزار الله معك نزار كلم حنان يا رب يسترك يا رب لا حول ولا قوة الا بالله خد خد تليفون خد معك تليفون عندك تليفون انت عايز تكلم حد اتكلم البيت انا خليت تليفوني في السياره كده رشيد رشيد قال هذا
فين ورقتك؟ حصل ضرب نار في المسجد الكبير. حصل ضرب نار في المسجد الكبير. Il y a comme un shooting à la grande mosquée. Il y a beaucoup de blessés. Il y a, je ne sais pas s'il y a beaucoup de morts ou non. Il y a beaucoup de blessés. Je n'ai pas passé la ligne. Ma عندي ش تليفون تليفون خليته في الطوموبيل تليفون خليته في الطوموبيل. أنا واجب وخليته بنيتي في الطوموبيل هزيت الطوموبيل فيها الكراسه وغادي غير في الطرف الشارع غادي نشوف الحمد لله والحمد لله يلا سير نعمل له سيسي لا سيسي ما تيجي يصلينا سيسي لا 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 ماشي هو تعرف اللي حصل انا بعد صلاه العشاء كل مره بقعد هنا نص ساعه ساعه اليوم انا رحت خرج على السريع يقولوا لي اقعد اقعد اقول لهم لا انا رايح عيتي على مرته عيتي على مرت أزدين اش قالت لك خليل إيه اللي إيه؟ ها؟ تحطوا